اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل. ازيك يا شادي؟ الله يخليك يا كابتن اسلام، مبسوط اني شفتك، توحشني جدا. ربنا يخليك. كله كويس؟ انا طبعا مبسوط ان انا في البيت الكبير معاك. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. اول طمني عليك وعلى احوالك، اخبار الدنيا ايه؟ كله كويس والله يا كابتن، الحمد لله. الدنيا ماشيه كويس الحمد لله. انت موجود دلوقتي في قطاع الناشئين في القطاع عندنا في النادي الاهلي، بس لسه التشكيل الجديد لسه التشكيل الجديد بقى التشكيل الجديد بتاع السنه الجديده لسه ان شاء الله بعد ما نخلص الاختبارات الناشئين اللي شغاله دي تنخلق. انا شايف كميه ناس ما شاء الله. كابتن خالد بيبو عامل يعني الله يكون في عونه الفتره دي بصراحه، تعبان جدا طبعا لان في ضغط عليه جامد جدا. فدي فتره الاختبارات بتاعت الناشئين والاعمار السنيه. عندك اعداد يعني حتى لو قريبه من لا في بيجي الاف، بس في الاعمار السنيه الصغيره لان احنا محددين لغايه 2007 بس. اوكي. يعني انت مش هينفع تيجي تجيب لعيب لسه لغايه مثلا 17 سنه وما لعبش في نادي، مش هيبقى محتاج شغل كتير جدا. ودلوقتي عشان متواجد دايما مدارس الكوره والحاجات دي، الناس كلها بقت خلاص بتمارس الرياضه بشكل احترافي اكتر يعني. فبدانا الاختبارات من 2014 15 13 و12 و11 لغايه 2007. 2007 ده اخر حاجه. كميه بقى ناس الاف بيجي بالالاف ما شاء الله. يمكن ضغط جماهير، يمكن في خالد بيبو كمان هيدي كمان يوم زياده عشان الكثافه اللي فيها الناس يعني. الاقبال شديد جدا يعني. وهل بتشوف ناس كويسه يعني ولا مجرد ان احنا بنعمل اختبارات وخلاص؟ لا لا بالعكس، ده بيجي ناس كلها مواهب وناس، انا بقول لك لسه الناس بقى عندها حته احترافيه خلاص، بقى في تارجت عايزين يوصلوا له. محمد صلاح بصراحه على التارجت جامد قوي في مصر طبعا، وعلى الطموح عند اللعيبه كلها وعند الاهالي نفسها كمان. فبداوا يهتموا باولادهم من هم 4 5 سنين. فانت بقى يجي لك اولاد اوريدي الدريبلينج والكنترول على الكوره والوقفه، وبقى يتوظف اللعيب متوظف ازاي، فبقى كل ده بيريحك انت كنادي بقى. في الاختبارات يا شريف بيبقى عندكم نظره للون التيشيرت، بمعنى هل ممكن يبقى واحد لابس تيشيرت الاسماعيلي مثلا او تيشيرت الزمالك او تيشيرت اي فريق في الدوري وبيفرق معاكم الموضوع ده كمدربين بتتفرجوا او بتختبروا الناس؟ بالعكس خالص جدا، الناس بتجينا بتيشيرت الترسانه والاسماعيلي والزمالك والمحله بينزلوا عادي التمرين جدا وبنشوفهم الاولاد، لان احنا كده كده بيفرق حتى في اختياراتك ولا خالص؟ انت عارف يا كابتن اسلام احنا عندنا في نادي الاهلي السياسه واحده، عمرنا ما بنبص الالوان يعني، دايما دي ثقافتنا يعني. بالعكس ده ولد صغير وجاي يختبر، لو موهبه هيجي عندنا في النادي الاهلي يا ريت، احنا بندور على المواهب يعني. انما الوان فللنادي عمرها ما كانت مشكله بالنسبه لنا ابدا. طبيعي يعني ان انت تلاقي حد لابس تيشيرت الزمالك، تلاقي حد لابس تيشيرت الاسماعيلي كده. طبعا ده موجود. في ولاد بتيجي مثلا بتلاقي اكاديمي جاي 3 4 لابسين نفس التيشيرت، جايين مع بعض، جايين مع بعض اكاديميه. تلاقي مثلا من الولاد من سموحه لابس تيشيرت سموحه، كان بيلعب في اختبارات سموحه او موجود في نادي سموحه، فجاي عايز يختبر عندك في النادي الاهلي في نادي مثلا زمالك وجاي يختبر عندك. كل ده بيبقى موجود يا كابتن اسلام، موجود عادي جدا، وبتعامل مع الواد بهدوء طبعا. انت كمدرب او كمدير فني قادم ان شاء الله للفريق للفرق الكبيره ان شاء الله، بتعملوا ايه بقى؟ بتدوا له قمصان تيالي او عندكم بيلبس قميص؟ لان طبعا اليونيفورم كله بيبقى موحد. أوكي. بتقسم الفرقه المجموعه فرقتين، لان كده بتعمل جيم صغير 5 و5 او 8 و8. انت عندك لونين؟ عندي لونين بيلبسوا كلهم القمصان عادي، انما ممنوع طبعا تنزل بتيشيرت مختلف. ده طبيعي، ده طبيعي جدا. بنلبس الولد القميص، كل الولاد بيلبسوا شبه بعض وبينزلوا، بنعمل التقسيمه وبيبقى في مجموعه من المدربين كلهم قاعدين كله مركز. الولد دايما يا كابتن اسلام انت عارف الولد الموهوب بيبان على طول من اول لمسه، من اول لمسه. وبعدين مش لازم مهاره بس، ما هو في لعيب بيبقى مميز في الدفاع، صح؟ لعيب عنده سرعه، لعيب عنده قوه جسمانيه، لعيب عنده مهاره، ما مش كل اللعيبه هتطلع حريفه بس، مستحيل يعني. صح. دايما الافكار دي بتبقى موجوده في اختيارات المدربين يعني.